وهذا مما يبطل قول الآن الانتحاريين اللي ينتحرون ويقولون هذه شهادة. اللي يقتل نفسه ما هو بشهيد، هذا قاتل نفسه والعياذ بالله، عليه الوعيد ومتوعد بالنار، كيف يكون شهيدا؟ ما يجوز الإنسان يقتل نفسه تحت أي ظرف وأي حالة، بل يصبر، يصبر إلى أن يموت أو يقتل. أما أنه يقتل نفسه هذا لا يجوز وليس شهيدا، هذا قاتل لنفسه. نعم.